عندي سؤال يا مولانا، بس هو سؤال محرج شوية، علشان كده حابة يبقى على انفراد. اسألي يا هانم، لا حياء في الدين. محرج يا مولانا. ما قالك لا حياء في الدين يا مدام سحر؟ يعني هو ينفع في الحمام ولا حرام؟ هو ايه اللي في الحمام يا مدام؟ يعني العلاقة بين الراجل ومراته كده، يعني زي ما حضرتك فاهم. فهمت. ده بيحصل في أي مكان يا مدام، المفترض إنه يحصل في الأماكن الخلوة الشرعية، غرف النوم، لكن طالما حصل يعني ما نقدرش نقول إنه حرام. أفادك الله. من فضلك يا شيخ معتمد، لو ينفع يعني قبل ما تمشي، كنت عايزة أستشيرك في حاجة مهمة. لو عايزة دلوقتي اتفضل. بس هو موضوع شخصي يعني مش هينفع. طب نسيبكم على راحتكم. أنا آسفة أوي. ميرسي. تحت أمرك. السلام عليكم. في معية الله. أنا شيخ معتمد حرم المرحوم طاهر النعماني، حضرتك تسمع عنه؟ رحمة الله عليه. أعتقد أنه هو صاحب مصانع الألبان. أيوه الله يرحمه. توفى وساب لي ولد وبنت ومصانع وهموم كتيرة قوي فوق دماغي، عشان كده كنت عايزة أخد رأيك في قراري إن أنا يعني أعيش حياة الراهبات وربي ولدي وبس. لا لا لا، راهبات إيه والعياذ بالله، ده حتى يبقى ضد الدين. مش كده ولا إيه؟